كيف الماليزي؟ جيد؟ ما اسمه أخي؟ كبير؟ محمد. محمد فقط؟ نعم. ما شاء الله. أنت ابن بصران وأنت ما اسمه؟ أنا فيصل. فيصل. أنت نكحت من من مع يعني ماليزي؟ صحيح، زوجتي ماليزية. نعم. كيف هو؟ كيف؟ كم سنة يعني في ماليزيا؟ أنت يعني تطير إلى أردن وثم ماليزي، أردن ماليزي يعني. أنا أرجع كم يعني كم سنة يعني أو السنة يعني أردن ماليزي أو يعني ثلاث سنة إلى غير. والله حسب التسهيل هنا يعني. مثل آخر مرة هذه نعم. كوفيد ثلاث سنوات أنا ما رجعت. أوه لا ما رجعت. آه ثلاث سنوات. ثلاث سنة. آه ثلاث سنوات. نعم. لما رجعت أردن. بعدين يعني كان عشان بسبب المطار مغلق في ماليزيا وفي أردن. طعن؟ طعن؟ لا لا مطار. مطار نعم مطار نعم. آه آه نعم نعم. أنا إلى أنا أعتقد طعام. طعام لا. طعام ما في مشكلة، طعام يعني موجود هنا ما في كل أردن كمان، لكن المشكلة في السفر. السفر للسفر إلى هناك كانت الطريق مغلق. نعم. إن شاء الله. فهذا يمكن يعني أحد الأسباب اللي تأخر الواحد يرجع له. تمام. يعني عادة يعني سنتين عادية. يعني كيف يعني رخيص يعني السفر سفر يعني مطر زمان كان رخيص الآن صار غالي قل جدا كم رينجيت مثلا الآن يعني 5000 5000 ما شاء الله حسب الطيران أي الطيار في طيران رخيص في طيران يعني ممكن نسوي اوفر عرض عرض زي المتفير تعرف المتفير نعم نعم المتفير هذا ممكن يحصل عرض لكن الحين صعب غالي مثلا الماليزيان يعني طيار او يعني تركيش طيار غالي البطارية غالية، الإماراتية غالية. بس أي يعني؟ أنت وحظك يعني شوف متى يسووا عرض، العرض اللي هو الديسكاونت. نعم نعم ديسكاونت. بروموشن. بروموشن نعم. نشوف متى يكون في عرض يسووا لك هذا العرض وتشتري أكثر رخيص، لكن الآن ما في عرض ما في عروض. للأردن لا يوجد لا يوجد يعني. لا يوجد. لا يوجد سفر يعني. لا يوجد سفر يوجد سفر ما في عروض يعني انت تبغى تشتري تيكت للاردن الحين يحصل لكن ممكن 5000 4700 4800 5000 انت يعني no, no. ونصيبك no. نصيب يعني نصيب وممكن انتظر قليلا ممكن تذكر تنزل ان شاء الله ممكن كمان فتره بسيطه كده نعم no. ان شاء الله انت يعني موجود يعني مثلا اصدقاء من اردن في مكان في هنا او في ماليزيا نعم ماليزيا قليل جدا نعم قليل يعني حصل عرب من العربيه كثير لكن كثير نعم لكن الاردن قليل صراحه نعم ما يعني الذين نحتاج الى ماليزيا يعني ما هو يعني مثلا ما اجمل يعني في ماليزيا يعني ماذا ماليزي أنت تريد أن أتيت؟ أنت تقصد لماذا أنا أتيت إلى ماليزيا؟ نعم نعم أتيت إلى ماليزيا أبحث عن العمل والشغل نعم الرزق نعم الأردن يعني والله غالي جدا يعني هو موجود يعني صحيح. شغل كثير هاي كلها أرزاق بيد الله سبحانه وتعالى أنا نصيبي جيت هنا واشتغلت هنا يعني ممكن الواحد يحصل رزقه وعمله في اي مكان بالشرط بس يكون في مثلا اذا انا في الاردن لازم في الاردن نعم وانت مثلا في ماليزيا لازم في ماليزيا نعم لا في اي مكان يعني نعم حتى لو كانت يعني في بلاد بعيده يعني زي مثلا امريكا استراليا نيوزيلندا اوروبا زحبتها يعني
يعني زمان آخر يعني قبله زمان بعيد بعيد جدا يعني. أنت يعني مثلا الشباب في وقت الشباب زحبتها يعني ما شاء الله. الأستراليا أي لا ما هو البلاد بلدان ها؟ أستراليا لا لا زالتها يعني أستراليا وأمريكا لما لما كم أوروبا أوروبا ذهبت أوروبا ذهبت يعني. يعني مثلا ما هو يعني واسمهم يعني ما اسمهم ما اسمهم اسمهم اسم بلاد يعني ألمانيا 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 يوغوسلافيا يوغوسلافيا ثم بس هاي البلدان اللي رحتها يمكن هولندا بولندا هولندا ايضا هولندا نعم يعني نيدرلاند هولندا صحيح نعم تركيا لا لا تركيا اسطنبول بس تركيا مش لا تعتبر اوروبا تركيا تعتبر يعني تابع على اسيا اسيا آه. اسطنبول 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 لا زمان 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 قديم نعم نعم يعني من متى يمكن من 86 نعم وثم ماليزيا يعني اخر اخر في اخر ماليزيا اخر كيف يعني في immigration يعني كيف يعني مثلا مقيم هل يعني مثلا لا يوجد مشكلة معهم للي باسبور فيزا يعني ثم الحمد لله يعني في كل سنة أنت تجديد يعني الحمد لله جيدة يعني كدولة اقتصادية جيدة وأنت تعرف الدينار الواحد لا والله غالي جدا نعم غالي لكن هم أنا استغرب ليش الدينار غالي لكن هم سبحان الله ما أكلومي مش قوي زي ماليزيا أقوى أقوى يعني ماليزيا الأكلومي أقوى لكن هناك العملة الكرونة لا في منتس أنت تتكلم ماليزي ماليزي أوه بلجيكا بلاي وني سكيت سكيت كي banyak ke أوه dah lama ke takkan tak hebat tak pakar tadi 24 tahun sini yalah 24 tahun kan dalam bidang bisnes peniaga ni bisnes nah no. Orang Melayu okey macam ni diorang okey okey ya tak salah apa la limada tasal hada soalan ma fi mushkila orang Melayu kuis makanan minuman yani min nahiyat al akl wa shurb no. Hada hadith bila haraj yani. كانوا يعني ما نسمه كيلا سلابياس ما يعني أجمل يعني طعم يعني ما حبة يعني تقصد الطعام الماليزي نعم اللي أنا أحبه هو شوف أنا يعني أي طعام لذيذ ما عندي مشكلة أنا أحب مثلا الناسي غورين كامبوم هذا ناسي غورين كامبوم ناسي أيام أحب كمان إيش في أكلات كثيرة من ماليزيا هنا لذيذة مثلاً عندك نسي كرابو نسي كرابو نسي كرابو في عندك نسي كرابو نعم جي والكورما هذا حقه كورما كورما ونسي كورما كورما إيش يقولوا له هذا داجين كورما نعم جيد يعني جيد لذيذ نعم في موسم عيد الاضحى هذا كرمه يعني دجاج وثم موجود ايضا يعني ثم انا احب اللحم لحم يعني لحم احسن يعني من لحم الدجاج نعم لحم لذيذ لذيذ المنسف
مصر؟ المنصب. المنصب. المنصب أكل أردني. أردني المنصب. لا لا يعني أسمع يعني قبلنا. هذا لا تجده إلا في الأردن المنصب. يوجد هنا يباع لكن ما يعني. يعني تبغى تبحث عنه يعني. أعتقد موجود في منطقة سردان. يعني. سردان. ما هو اسم طعام رسرن والدكان؟ والله مطعم هناك اسمه نصف القمر. قمر. نصف القمر. نصف القمر. واسمه طعام دكان. هذا ممكن يسوي في عنده منصب. نعم. منصب. وفي هناك عشان منطقة طلابية. يعني. منطقة الطلاب عربي إقبال الجاينت. جاينت؟ جاينت. في جاينت كبير هناك أمامه يوجد صف من المحلات والمطاعم. نعم. هناك تجد أحد المطاعم يبيع منسف. أنا سمعت هو يوجد واحد فقط لا ليس أكثر من واحد. نعم. لأنه هذا هو عرب يعني هو يعني صاحب عرب أو الماليزي يعني. لا عرب. عرب يعني. من أردن. والله لا أعرف وإذا كان من. لكن عربي يعني. أو من أي منطقة. لكن أنا سمعت إنه في واحد يطبخ المنسف. المنسف هذا عبارة عن رز مع اللبن. لبن؟ اللبن. اللبن تعرف. نعم نعم نعم. يعني سوسو سوسو. سوسو يوغورت. نعم. يوغورت. سوسو يوغورت مع الدقيق التوابل. الأقصى يعني يمكن يعني إذا موجود سفر يعني لكن يعني أنا ذهب إلى مصر السعودية ثم إلى UAE سافرت أنا سافرت يعني سافرت إلى تركيا يعني قبل ذلك يعني في السنوات يعني قبل السنوات الماضية الماضية نعم صحيح جيد لكن الأردن يعني إن شاء الله في بعد ذلك يعني المستقبل يعني قريب إن شاء الله طيب شكرا جزاك الله خيرا حياك الله ان شاء الله السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله السلام سلم لي على ابوك نعم ان شاء الله محمد